السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ونهاركم مبروك. كما كتشوفوا انا خارجه في هذا الشتي، وتبارك الله من البارح وهي كطيح ما شاء الله، زعما ربي يرحمنا الحمد لله. دابا الربيع غيكون مخير، والناس ديال البركان راه عارفين هذا الشارع اللي انا فيه دابا غني عن التعريف، الشارع ديال الذهب. هانتوما البنات، كما كتشوفوا انا في هذا المحل ديال السجادات، جيت باش ناخذ واحد السجاده. هادو الخيمه ياك؟ كاين هي الخيمه اللي بس على الصاله. هادو البنات الخيمار اللي بغى يتحجب، الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين. تلك فين هذاك هو اللي غادي اخر المطاف ضروري، هذا غادي يتلبس. ما فيه لا جيب لا والو، ما فيه لا جيب لا والو، هذا هو اللي غيتلبس في التالي كاع. ايوا النهايه. وعنده هاد الخات، هانتوما زوينين، شوف الاشكال ديالهم واعره. فنينه البنات هاد المبخرات، واعره الديكور ديالهم. واو شو هاد البنات زوينه. هادو اللي بغا يدير شي كادو ولا شي حاجة، هادو لي بارفان. هادو البخور. رجعنا البنات مقارئين ويكون شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله البنات. هانتوما البنات، هذوك اللي وريت لكم الاول كاع اللي كانوا في الميكات، ها هما ملبوسين على المانكات، زوينين عندهم هذا الشيء تبارك الله. اللي بغى يجي يشري ويتقدى هاد الحويجات هادو مرحبا به، ديك الساعه غادي نخلي لكم العنوان واجيو عنده. عنده شي مبخرات واعره.
السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انا رجعت لكم ثاني من بعد ما كنت في الزنقه شريتي حوايجات ورجعت باش ندير معكم واحد العصير ديال الزعزع اللي معروف في الشمال طبعا، متخصصين فيهم في الشمال اللي هو زعزع، ودابا تبارك الله راه معروف عالميا، كلشي المغرب كامل راه كيعرف هذا الزعزع. تفضلوا معايا باش تشوفوا المقادير ديالي اللي كندير فيه. طبعا اول حاجه كنحتاجو لافوكا، انا درت هنا 3 ديال لافوكات، المهم كل واحد على حساب المقدار ديال الكيسان، على حساب الناس، على حساب. عندي هنا جوج بنانات للتزيين، وعندي هنايا اللوز مهرمش، وعندي اوريو والشوكولا، وعندي هنايا العسل باش نحلي هاد لافوكا. طبعا العسل اللي ما عندوش العسل يستغني عليها ويدير السكر. السكر انا كنفضل الانسان يدير العسل باش يكون هاد العصير اكثر صحي. وعندي هنا عندي هنايا كريم كراميل للتزيين، وطبعا فلان اللي غني عن التعريف، فلان ديال الشينوا ديال درهم، هذا كنت صاوبته قبل وجدته، والكيسان طبعا اللي غادي نديرو فيهم. وهانتوما معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الزعزع ديالي. كنشدو لافوكا وكنديرو في الطحانه بحال هكا. المهم كنكرر 3 ديال لافوكات، وكل واحد على حساب المقدار ديالو ديال الناس وديال الكيسان. المهم بقاو معايا حتى نسالي الطحان ديال هاد لافوكا ونرجع لكم. درت لافوكا ديالي هنايا، غادي ندير عليها الحليب. الحليب غادي نديرو غير شويه باش يجي لنا شويه خاطر ديك العصير ديال لافوكا باش كيتكال بالمعلقه. وهانتوما معايا باش تشوفوا كيفاش غادي يجي لي هذا الشيء. من بعد البنات ملي طحنت ديك لافوكا غادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال العسل ولا جوج، المهم على حساب الذوق ديال الانسان كيفاش كيبغيه. انا درت هنايا جوج معالق ديال العسل وغادي نرجع عاود نطحنو. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نديرو فلان هو الاول بهذه الطريقه، هذه كنديروه الطبقه الاولى. بحال هكذا غادي نقطع عليه طريفات ديال البنان. طبعا كل واحد والفاكهه اللي كتعجبو يقدر يديرها، راه مش ضروري البنان، التفاح، المهم اي حاجه، كل واحد والفاكهه اللي كتعجبو. غادي نديرو فقط للتزيين هنايا، نديرو هو الطبقه الثانيه بحال هكا طريفات صغاريف. ودابا غادي نكبو عليه العصير ديال لافوكا ديالنا. ودابا غادي ندوزو للتزيين. التزيين كل واحد كما قلت يزين كيفاش بغا. انا هنايا غادي ندير كريم كارميل، المهم البنات باش ما نطولش عليكم انا غادي نصايب معكم غير هاد الجوج هادو، ومن بعد انا غادي نسالي. غادي ندير اوريو، وغادي ندير الشكلاط، وغادي ندير شويه ديال اللوز بحال هكذا كما كتشوفوا. وبالصحه والراحه. ها انتما
زعزع ديالي، واخا ما كيبانش الكاس ديالو، المهم هذا باقي غادي نديرو انا لراسي، حتى واحد ما غادي ياكلو لي. على ديالي ديك الساعه غادي نشارك معكم، غادي نصورو، غادي نقول لكم فجة ديالي هذاك. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتابوناو معايا، ورمضان مبارك كريم، والله يدخلوا علينا بصحه وسلامه وطولة العمر ان شاء الله لينا ولوالدينا، وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. يا مالنا هكاد غيا ننسى واللي كان، يا مالنا هكاد تفارقن والعديان، ومالنا هكا دخت بينا الدروب، ومالنا هكا وقصاحت لينا القلوب، يا مالنا هكا غي معايا.